أنتم الآن في نشرة الموجز. أيدت استئنافية آسفي اليوم الثلاثاء 14 مارس الجاري الحكم الصادر في حق الناشط الحقوقي ياسين بن شقرون المعروف بمنصات التواصل الاجتماعي بياسين الثوار. وكانت ابتدائية آسفي قد أدانت ياسين الثوار بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50,000 درهم، وذلك من أجل تهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة بمقتضيات الفصلين 263 و265 من القانون الجنائي بسبب تدوينات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي. ولاقى حدث اعتقاله ومتابعته استنكارا واسعا من طرف النشطاء والحقوقيين بالمغرب مطالبين بوقف نزيف الاعتقالات والتضييق على حرية التعبير. قالت أيقونة حراك جرادة أمال عيادي أمس الاثنين إنه تم حجز ملفها للتأمل والنطق بالحكم يوم الاثنين 20 مارس الجاري، وذلك بعد أزيد من ساعتين من المحاكمة التي سبق ووصفتها بالصورية. وختمت عيادي تدوينتها عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك بشكر هيئة دفاعها على ما قدمه لها من دعم وتآزر. جدير بالذكر أن عيادي تتابع بتهم إهانة هيئة منظمة قانونا وإهانة موظفين عموميين والتحريض على القيام بمظاهرة غير مرخص لها من قبل السلطات. وجاء في تعليق لهيئات ومنظمات حقوقية أن هذه التهم واهية ولا أساس لها من الصحة، مضيفين بأن مكان عيادي البالغ من العمر 16 سنة هو المدرسة وليس المحكمة. أسدل القضاء الفرنسي اليوم الثلاثاء الستار على قضية الصحفيين الفرنسيين إريك لوران وكاثرين غراسي بالحبس سنة واحدة مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10,000 أورو ودرهم رمزي. وحكم الصحفيان في باريس للاشتباه في تورطهما في المناورة للحصول على 2,000,000 أورو عام 2015 مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى صيف 2015 الذي شهد لقاءات وتسجيلات سرية في الفنادق ومراقبة الشرطة، عندما كان الصحفيان إريك ولوران وكاثرين قد نشرا عام 2012 كتابا عن الملك محمد السادس. باءت محاولة تنحية ميشيل جيليز القاضي البلجيكي المكلف بقضية الفساد المزعومة في البرلمان الأوروبي المتصلة بقطر والمغرب. وسيواصل ميشيل جيليز التحقيق في شبهات الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي المعروفة بقطر جيت ومغرب جيت، وذلك بعد فشل محاولات إزاحته من طرف دفاع أحد المتهمين الرئيسيين مارك ترابيلا. وأصدرت محكمة الاستئناف في بروكسل اليوم الثلاثاء حكمها في طلب ماكسيم تولر دفاع مارك ترابيلا، وقضت ببقاء ميشيل جيليز على رأس هذه التحقيقات. واعتبرت المحكمة بأن الطلب مقبول لمن لا أساس قانوني له. وكان دفاع ترابيلا قد ادعى بأن القاضي انتهك قرينة براءة عضو البرلمان الأوروبي في صياغة مذكرة التوقيف التي أدت إلى احتجازه احتياطيا منذ 11 فبراير الماضي. ويتهم كل من أنطونيو بانزيري ومارك ترابيلا بتلقي ما لا يقل عن 120,000 أورو نقدا للدفاع عن مراكز قطر والمغرب في البرلمان الأوروبي في قضية فساد تعتبر سابقة من نوعها. لمزيد من الأخبار زوروا صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.